بلغني أن البعض ممن يدعون المروءة والنخوة إذا عادت إليهم بناتهم وقد اغتصب بعضهن من قبل المجرمين والشبيحة في هذه الثورة، فإنهم يجازون هؤلاء البنات بالقتل، ويرون أن هذا القتل شرف، وأنهم لو أبقوهن على الحياة لكانوا عديم الشرف. وأنا أفتي وأعلن بأعلى صوتي أن الذي يعمل هذا العمل هو الذي لا شرف له ولا نخوة له بل ولا عقل له، وهو جاهل لا يفهم شيئا. هذه البنت من أشرف الناس، بل أشرف الناس، دافعت دفاع المستميت عن شرفها وعرضها، ولكن المغتصبين كانوا أقوى منها. ثم جاءت وهي مكسورة الخاطر متألمة، أتجازيها يا صاحب الشرف بأن تقتلها؟ أنت قاتل، وأنت ينطبق عليك قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنا أحث الشباب أن يتزوجوا من هؤلاء الفتيات، فإنهن شريفات، وليست هناك فتاة أشرف منهن، لأن هؤلاء أصابهن ما أصابهن عن غير إرادتهن، بل كان هذا اغتصابا، واللائمة على من أمر بذلك وفعل بذلك. ولو كان يعرف قيمة للشرف لما أمر هؤلاء أن يفعلوا مثل هذه الأفعال. لذلك يا أيها الناس، احترموا بناتكم